السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق للغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. سمو دوزيام بي، نتمنوا لقطر التوفيق ان شاء الله. ان غران غران تورنوا، اون بيل بيل كومبيتيسيون. مالوروزمون جو سوي سور لالجيري جو بارل، اون اي با لا، بي عرب بي مسلم، اي ان شاء الله نكونوا معاهم، ان شاء الله كو سا سوا ان غران تورنوا. اي بور لي زامورو دو فوتبول، بور لي زامورو دو فوتبول، كون فيف توس un beau tournoi. Moi je vais on va regarder les matchs à la télé. On n'est pas sadomaso non plus. Et on va apprendre aussi. C'est le va voir les il y a toujours une analyse à faire après une coupe du monde sur les peut-être des nouveautés tactiques. C'est mon deuxième pays. Tmenna le Qatar توفير ان شاء الله. ان غران غران تورنوا، اون بيل بيل كومبيتيسيون. مالوروزمون جو سوي سور لالجيري جو بارل، اون اي با لا، بي عرب بي مسلم، اي ان شاء الله نكونوا معاهم، ان شاء الله كو سا سوا ان غران تورنوا. اي بور لي زامورو دو فوتبول، بور لي زامورو دو فوتبول، كون فيف توس ان بو تورنوا. موا جو في اون فا ريغاردي لي ماتش ا لا تيلي. اون ني با سادومازو نون بلو. اي اون فا ابروندر اوسي. سي لو فا فوار لي Il y a toujours une analyse à faire après une Coupe du Monde sur les peut-être des nouveautés tactiques. جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني، اللاعب السابق لنادي أولمبيك مارسيليا، اللاعب السابق لنادي سيلتا فيغو الإسباني، مدرب السابق لنادي الدحيل القطري، مدرب المنتخب القطري سابقا، مدرب المنتخب الأولمبي القطري سابقا. بشحمو ولحمو. ما كانش زوج بالماضي، كاين جمال بالماضي واحد. يرد على الكذابين بائع الاوهام، قال لكم راح للاسف راح نشاهد كاس العالم من التلفزيون، راح نشوف كاس العالم من شاشه التلفزيون. اخرجوا قولوا على جمال بالماضي جاليه كاميرونيه، اخرجوا كي قلنا باللي ما فيهاش وانتهى حلم المونديال وباللي ما نكذبوش على الناس، اتهمونا بالجالية الكاميرونية ومازال كاين امل. وادريسو اللي ما يتفهمش مع ايطو، قلبوه لنا فيلم ومسرحية جديدة واعترافات وجهة رسمية. معليش اعترافات جهة رسمية، يقول له يعطيك الدليل، يحط لنا الدليل، يعطينا الدليل وكنصدقوه. ما كانش دليل. يخرج لك ناخب الوطني، المخطط والمهندس تاع المنتخب الوطني اللي كان حاضر في المقابلة تاع الكاميرون، اللي حاضر في المقابلة العودة تاع تشاكير، ويقول لك راح نشاهد كأس العالم في التلفزيون. اخرجوا قولوا له يا جمال مش كيما هكا جمال، يا جمال راك تولي جالية كاميرونية، يا جمال راك بعت الماتش يا جمال. هذه هي كرة القدم. صحيح النوم تقسنا والإقصاء ومرارة الإقصاء و30 ثانية وماذا بينا نلعبوا المونديال، كلنا مهيئين نفسيا باش نلعبوا المونديال، لكن قدر الله ما شاء فعل. منذ افريل قلنا لكم يا ولدي شوفوا للمستقبل، الفيديوهات موجوده. يا ناس بركاكم من الكذب، يا ناس بركاكم من التفاهات، يا ناس بركاكم من بيع الوهم. قلنا باللي خلاص صاي نخدموا، نصحوا اخطائنا، نشوفوا للقدام، نشوفوا للمستقبل، نطويوا صفحه الكاميرون هذه والمسرحيه والمهرجه والبهرجه والكلام الفارغ، خطوا للمستقبل. لكن الناس ما عجبتهاش الكلام هذا، جالية كاميرونية عادوا بالماضي. يا بالماضي قال لك ما نتفرج المونديال من التلفزيون، شكون دوكا اللي عادوا؟ شكون اللي عادوا؟ بالماضي نفسه قال لك راح نشوف المونديال من التلفزيون. با 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 واش عايزيدوا اكثر من هاك؟ زيدوا اكذبوا على الناس، زيدوا كملوا. يخرج لك زعيمهم، زعيم الكذابين ومعلمهم السحر كما يقولوا، قال لهم باللي للاسف انا صراحه يعني هذه نهايتهم. على كل حال هو امثاله، قال لهم باللي ما كمش جزائريين، ما تحبوش البلاد، واتهم حتى الدوله الجزائريه، اتهم حتى الجزائريين، ما كمش رجال يا جزائريين على مقابله تاع جلد منفوخ، كما صدقتوش الكذب نتاعو زعيم الكذابين واللي قودهم باللي راكم ما كمش جزائريين، انتوما ما كمش جزائريين. شتو وين وصلنا؟ تخوين حتى الجزائريين، وصلت الدرجة أنه ينعت الجزائريين باللي ما همش رجال.
شتو وين وصلنا؟ لأنكم أنتم اللي الفئة القليلة اللي تصدقوا أي حاجة وتبلعوها، لقاكم قاطو ولقاكم عجينة يشكلها كما يحب بالكذب نتاعو، وتبعتوه وتبعتو جماعتو. هاي النتيجة، النتيجة ما كمش رجال تحبوا كيما هكا. أنتم اللي وصلتوا رواحكم، قلنا لكم من الأول حذاري، يخدموا بكم الناس هذوما حذاري، رامي داريكم كي الطعام، وانتم تنساقوا وراهم وتصدقوا الكذب. حاشا بعض الجزائريين اللي مازال عندهم الوعي والعقل اللي ما نساقوش وراء الكذب والوهم. عيب، عيب كبير، عيب عيب صراحة. الشيء اللي وصلنا له انه نكذبوا الجزائريين ونخونوا فيهم ومهم الجزائريين، وزيدوا الدولة نهاجموها، وايضا نهاجموا الشعب الجزائري وننعتوا الشعب الجزائري انه شعب مش راجل، على جال مقابلة وعلى جال جلد منفوخ. عيب، لان علاش؟ لان بعض منا، بعض منا مش كلها، اعطينا فرصة للكذابين هذوما وخليناهم يسبونا ويسبوا الشعب الجزائري. كي نقول يسبونا، يسبوا الشعب الجزائري، نعطيناهم فرصة. لو خدمنا عقلنا وكنا واعيين، ما كانش هذا من بعض الفئة الكذابة هذه، ما كانش تخرج علينا خلاص. والفيلمات هذه كانت تنتهي منذ البداية، منذ البداية، وأدلة وقصامة وحكاية الكاذبة والفارغة والوعود والأمل، وفيلم هندي كل ما كانش يكون. بصح نعطيناهم الفرصة، عطيناهم الفرصة لأننا ما خدمناش عقلنا، خدمنا العاطفة نتاعنا. اليوم يخرج لك ناخب وطني، المسؤول الأول على المنتخب الوطني، يقول لك باللي المونديال راح نشوفه في التلفزيون. للأسف الجزائر مش حاضرة في قطر، انتهى كل شيء. وأيضا أتمنى قطر أنها إن شاء الله توفق ودير لنا كأس عالم رائعة، وثناء على قطر بحكم أنه يعني تربطوا علاقة رائعة ممتازة بقطر، انه عمل فيها سنوات وسنوات وسنوات ويعيش فيها، قالك بلدي الثاني. وحنا ايضا نتمناو التوفيق لقطر، وان شاء الله تكون كأس عالم في القمة، رغم الامكانيات الضخمة اللي وفرتها قطر، وقادرة قطر انها تنظم وتدير كأس عالم في احسن حلة واحسن كأس عالم ممكن منذ انطلاق دورات كأس العالم. اذا جمال بالماضي ينهي القصة النهائية نتاع كأس العالم والحلم المونديال، رغم أنه مازال عندنا موضوع فيه العلاقة بالملف والفيفا ورد الفيفا. رح نعطيكم التفاصيل، التفاصيل الخاصة بالملف والملف نتاع المونديال والقضية والقصامة والأمور هذيك اللي تعرفوها. إذن حلم المونديال انتهى بإعلان جمال بالماضي اليوم أنه يتأسف على خروج المنتخب الوطني، ويتأسف على عدم مشاركة المنتخب الوطني في مونديال قطر، وفي نفس الوقت يقول باللي المونديال سوف أشاهده على التلفاز، وأيضا راح يقوم بتحليل بعد المونديال وتحليل بعض المقابلات اللي حسب كلامه ممكن يكون فيها تكتيكات جديدة، في ممكن بعض المدربين يستعملوا بعض التكتيكات الجديدة اللي راح يستفيد منها جمال بالماضي الناخب الوطني في المستقبل. إذن في الأخير ملتقنا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.